كم شهداء أطفال وعائلة ناس حجبناها حطيناها في البيت مراحل. هذا التحالف المجرم منين بدمها؟ من هون يا من هون. شو اللي صار امبارح عم بالضبط؟ رح نحكي هناك بس. نحن اجوني شباب حماصتي ثلاث سنوات، قال يا عمي عملوا مقر في كمالين، صار عندهم انفجارات وراح شباب. رحت قلت لك يا ابني عنا منطقة آمنة، روح اعملوا عنا في المنطقة عنا. هي بدكم أربعة فيكم أرض لله سبحانه وتعالى ما بدي منكم شيء. وتبرعت فيها لأهل حمص، لثوار حمص. لثوار حمص. جينا اعطيناهم حفر جماعة وبنوا عم بيصنعوا حشوات حديد بس، يعني ما في عنا تعبئة، ما في عنا شيء حديد. نور آسيا آمنة حياة فاطمة، هدول بنات معاوية عموري بنات ابني. فاطمة ياسين من أريحة، قطيفة ياسين من أريحة، يوسف ياسين من أريحة. أحسنكم عند الله، أحسنكم عند الله. الله يصبرك يا رب، الله معنا الحمد لله. الله يصبرك يا رب، شفاء بالجنة إن شاء الله. إن شاء الله منتقوني، إن شاء الله منتقوني بالجنة. هاي آخر رحلة جابوا لي إياها، طلعنا للساعة 3 الصبح. هذول حطوا فلات ارهابيات، هذول كل وحده شايله رشاش، كل وحده شايله رشاش. هذول ارهابيات عم يحصروا بشار. هذول الله ينتقم، الله ينتقم. الهي الهي ينتقم من كل ظالم، الهي ينتقم من كل ظالم. الهي من كان كل من كان لا نفسه مع بشار ينتقم منه. نشكو امرنا الى الله، نشكو امرنا الى الله. نحسبهم عند الله من الشهداء، نحسبهم عند الله من الشهداء، نحسبهم عند الله من الشهداء. نلتقي هناك ان شاء الله، ان شاء الله في عليين. يا رب يا رب ما لنا غيرك يا رب، يا رب ما لنا غيرك يا رب. حسبنا الله ونعم الوكيل. منى حلاج هي احدى المصابات بقصف التحالف الدولي ليلة امس على بلدة أطمة الحدودية مع تركيا. السلام عليكم. الحمد لله على سلامتك. السلام، أهلا وسهلا. فيك تحكي لي شو اللي صار امبارح بالليل؟ أنت أصبتي بالقصف اللي صار، شو اللي صار؟ فيك تحكي لي تشرحي لي شو اللي صار؟ الأولاد عم بيلعبوا بالبرندة وأنا رحت عند البقرة عم بحلبها، ما شفت غير الضرب صار فوقنا، صار البيت ينهد علينا. قادرة تحكي شيء؟ ما بدي. سلم أمرنا إلى الله. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. إذن هذه إحدى المصابات بقصف التحالف الدولي ليلة أمس على بلدة أطمة الحدودية. سنلتقي الآن بالوالد المفجوع على أولاده الذين قتلهم التحالف الدولي ليلة أمس أثناء استهدافه لأحد مقرات جيش السنة التي هي أحد مكونات جيش الفتح. نلتقي بأخونا مصطفى عموري أبو علي. السلام عليكم عم، كيف أحوالكم؟ إن شاء الله بخير. نسأل الله أن يتقبل شهدائكم وأنه يجعلهم بالجنان بإذن الله. نحن نحمد الله سبحانه وتعالى اللي الله سبحانه وتعالى أصابنا من أجل هذا، في أجل هذا الطريق وهذا الإسلام. ونحن بعيدين عن كل شيء اسمه إرهاب. أطفال، خمس سبع أطفال في البيت، وأم ونساء تنتين، وجيرانه كمان نساء ثلاثة وشباب اثنين. راحت نساء تنتين وراح رجل كان مجاهد من جيش الفتح في سهل الغاب، جاني متصوب امبارح العصر، إصابته خفيفة، جاي يطمن أهله. وإذ الحمد لله الله سبحانه وتعالى قدر وكتب.
إذا عدد الشهداء عمي 5 أطفال ونساء تنتين وشاب مجاهد من جيش الفتح. الجرحى هل هناك جرحى أيضا؟ جرحى يوجد نساء تنتين جرحى ويوجد طفلان إحداهما دخلت إلى تركيا والأخرى في مشفى الكويت. طيب عمي الأطفال 5 هم أولادك صحيح؟ نعم. طيب إيش أسمائهم أعمارهم؟ أعمارهم الكبيرة عمرها 10 سنوات اسمها فاطمة، الأصغر اسمها حياة 9 سنوات، الأصغر اسمها آمنة 7 سنوات، الأصغر اسمها آسيا 6 سنوات، الأصغر اسمها نور 4 سنوات. نسأل الله أن يتقبلهم إن شاء الله. والنساء؟ والنساء أم توفيق من أريحة وبنت فاطمة ياسين من أريحة وابن يوسف ياسين من أريحة. طيب. نازحين سكنتهم عندي في الدار أعطيتهم إياها لله سبحانه وتعالى. طيب عمي هلا الآن احكي لي شو اللي صار امبارح بالليل بالضبط، يعني الشيء اللي حكيت الآن بالسيارة شو اللي صار باختصار، يعني كيف صارت القصة، كيف حصلت الانفجار، لو تحطنا بالصورة اللي صار. النساء والأطفال بيركين في بيوتهم آمنين ما في شيء، ما حسينا وإلا إجا الطيران ضرب أول مرة ثم ضرب ثاني مرة ثم ضرب ثالث مرة، رقدنا ما بقى نعرف وين الضرب، فكرنا نحن من البيك هيك عم يضرب علينا، رقدنا وإلا الحادثة موجودة والتحالف هو اللي دمر هذا البلد. طيب الآن رسالة للتحالف الدولي اللي قتل 5 من أبنائك من أطفالك الصغار وقتل سيدتان وجرح اللي جرح وعمل كل هذا الدمار وصار بيتك مثل ما أنا شايفين. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن ينتقم كل من وجد في التحالف، نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن ينتقم من كل من وجد في التحالف ويعين التحالف على هذا الظلم، لأنهم هم أظلم من بشار وهم يريدون بقاء بشار لا يريدون ذهاب بشار. حسبي الله ونعم الوكيل. الله يبارك فيك يا عم، ونسأل الله عز وجل أن يرحم الشهداء وأن يشفي الجرحى. إذن صرخات من أب مجروح فقد 5 من أطفاله ليلة أمس وفقد 2 من أقاربه بالإضافة إلى جرحى كانوا نازحين عنده في المنزل وفقد منزله وأصبح أثرا بعد عين كما نلاحظ، كله بفعل ضربات التحالف الظالمة ليلة أمس على مقرات جيش الفتح.